حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه عن الخلافة التي على منهاج النبوة، قلنا لكم يكفي أن نتمنى هذه الخلافة ولا نعمل لها. هذه الخلافة يعني أنا بقول للناس أحرى بالناس اليوم ملك كأي ملك من أملاك الناس، أما على منهاج النبوة ولستم كالمهاجرين والأنصار فليس هذا لهذا. عجيب، وسبق مرة قلت بهذا، قام لي رجل قال هذه ليست أمنية النبي خبرنا. يا أخي نفس الضلالة، من أعلم أن النبي خبركم ولكنكم تعملون غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام سمى ما هو فيه من النبوة ثم مدح ما وراءه من الخلافة ثم ذكر ملكين بعد هذا ثم قال خلافة على منهاج النبوة، منهاج النبوة أمنية ولا عمل تأخذ به هذا بذلك؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. أترى الله مستخلفا أحدا دون هذا؟ مش ممكن. هذه بتلك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فكان أول صدق الله ما مكن به لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فأول استخلاف وتمكين كان لمين؟ لأصحاب النبي. فإذا طمعتم وتمنيتم مثلها فعليكم بما سبقكم إليه أصحاب رسول الله. أما إذا بتتمنى ما كان عند أصحاب رسول الله ببنطلونات إيطاليا وأنت حليق ولا تحسن شيئا من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا صلاتك صلاته ولا صيامك صيامه ولا تلاوتك تلاوته، فأي خلافة لمحمد ترجوه عليه الصلاة والسلام؟ خلافة على منهاج النبوة بحمد الله كانت ولا لا أخوانا؟ يعني النبي منانا بنزول عيسى بن مريم ولما ينزل بعده، ولكن لما منانا بخلافة على منهاج النبوة صدقه الله فرأيناها رأي العين، صحيح؟ فبالتالي حتى تكون الآخرة وجب أن تسلف لها ما أسلف الأولون ولا لا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم في القراءتين من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما يظنش كثير من الناس أنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخاف على أمته الشرك الخفي، وما دام الشرك الخفي في الناس فليتقوا الله وليستغفروا. خلاف على منهاج النبوة كانت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واللي بيقول لك هذا لا يلزمنا من عملهم وهذا يلزمنا فذلك متنطع. لما يبلغ فيكم الدين أن تكونوا كأبي بكر أو عمر أو عثمان وعلي فارجوا أو ارقبوا خلافة ينزل عيسى يصلي وراء أحد منكم. أما ورب العالمين ما كان لروح الله عيسى بن مريم أن يصلي وراء عبد لا يحسن أن يقرأ القرآن ولا يحسن اتباع النبي وقد استبان أمر النبي. هذه منك ورى كما يقال، واضح؟ ليست بالأمان ولا بالتحلي ولا بالشهوة، اعمل لها تعطها. إنما الآن قلوبنا في الغرب وقلوبنا عند الأعاجم وكنوزنا تحت أقدامنا ونريد الله والدار الآخرة. بيقول لك حكامنا لا يحكمون بما أنزل الله، أي ورب العالمين صح، وكثير من علماء المسلمين لا يحكمون بما أنزل الله عدا عن عامتهم. أعطناهم واحدة يسيرة اللي هي المواقيت. المواقيت من قضاء الله،
يعني أن تحتكم إلى منازل القمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مش هيك يا أخوانا؟ قال الله إن عدة الشهور عند الله، شو يعني عند الله؟ يعني حكمه وقضاؤه في كتاب الله. ثم قال 12 شهرا. الآن تعال للفرق الإسلامية، بيقول لك انهدمت الخلافة في 1924 كنائس ميلادي، الحمد لله، وآخر حج كان في 2011 ميلادي. وإمتى حجيت؟ بيقول له بأيلول. والله حجينا بأيلول ولا لا؟ كنا لا والله حجينا بنيسان. إحنا لما حجينا هذولا العاملين للخلافة على منهاج النبوة. فأنا بقول لك يا أخي، لما حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، ميقات منازل القمر مما أنزل الله يوم خلق السماوات والأرض، فإذا لم تحتكم إليه فلا تطل بلسانك ولا بعينك على من هو شر منك حتى تصلح نفسك. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه فعلها أصحاب رسول الله ولا لا؟ فأعطاهم الله. فلن تنالوها ورب العالمين حتى تدخلوا في السلم كافة. اسمعوني اسمعوني، ما كان لعيسى ابن مريم أن يصلي وراء أمة خانت نبيها، فما لم ترجعوا إلى نبيكم كما كان حواريوه وأصحابه فاطمعوا بما تشاءون. ميه؟ إنما حق الله لا يعطى إلا بإذنه. طيب، فالخلافة على منهاج النبوة شرط. ادعوني أستجب لكم، وعد الله الذين آمنوا منكم. الآية التي تليها: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الرسول، نفكرها يسيرة؟ أطيعوا الرسول. الرسول كما قال الله في الحديث الصحيح قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يا إخواننا، لما يأتي نبي الله من أول بعثته إلى آخر بعثته كان يتكلم بشطر من الدين، لباس. ليش بقول هذا من شطر الدين؟ ليش؟ قال الله الذي في السماء قال: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، فلا نطعم إلا ما أحل ولا نلبس إلا ما أحل. شيك يا أخواننا. فبالتالي قلنا للناس أن النبي كان يحرص وأصحابه من بعده ألا يسبل أحدهم تحت كعبيه، وهذا من شرط الدين وشطر الدين كما قد سمعتم، لأن الرجل طعام ولباس. قال عليه الصلاة والسلام بالسند الحسن قال: إذا أكل العبد أو طعم طعاما فقال، اسمع: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أو لبس لباس فقال: الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. سمعت؟ أكلت ولبست. هلا: فلا تأكلوا إلا ما أحل الله. في سورة الأنعام لما خالف اليهود قال الله في الطعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في الطعام إذا حرم فأحللت شرك، وإذا أحل فحرمت شرك، واللباس أخوه. واضح؟ قال الله حرام فقال الناس حلال، فما الشرك والكفران إلا هذا. واضح؟ فأجى النبي، واضح كلامه، قال: ما أسفل الكعبين في النار. هات لي كل الفرق الإسلامية واللي يسعون إلى منهاج النبوة خلاف على منهاج النبوة. انتهى الأمر، يعني ما قال له النبي: اسمع سلم لي بنيك، يعني كما قال في النساء: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. شيت؟ طيب، ما قال الله لنا اقتلوا أنفسكم ولا قال لنا اخرجوا من دياركم. جاءنا النبي فقال: ما أسفل الكعبين في النار. هات، بدي أصف لك الفرق الإسلامية بالذات العاملة إلى سلطان المسلمين. أقول لك طلع عليهم،
قال عليه الصلاة والسلام بالسند الحسن: الاقتصاد، يعني أن تمشي اقصد في مشيك يعني هونا، والتؤدة، والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. فالسمت نبوة على ما قد علمت. الآن العاملين إلى منهاج النبوة شطر ما قد سمعتم ليس فيه. فلم يعني لو كان قلت كما قلت لك أن الله أبقاها اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم لكانت، إنما انتهى الأمر بين رسول الله وبين هؤلاء على إصبعين أو ثلاثة أصابع يرفعها أحدهم فوق كعبيه، فاستداروا وتلووا على نبيهم، ثم طمعوا وطمحوا إلى أعلى شيء في الدين. ما هم بين البلاء يا شيخ؟ أصبعين فوق كعبيك لا تعطيها لله ولا لرسوله، وتريد أن يعطيك الله رقبة العالمين. كبير يا شيخ ولا لا؟ أبدا. منهاج النبوة حين يسير أحدكم مغمضا وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقول لهذه كراهة تنزيه وهذا استحباب وهذا مندوب حتى يصير الحلال حراما والحرام حلالا. أي نص الفرق العاملة للإسلام تتعاطى التبغ، وكما يتعاطى غيره من الهيروين والمانجو والبانجو والمش عارف شو. هاي نص الثورة في اليمن عجيب، بطلع على التلفزيون في اليمن ولما قصفوا نازل دمه وفمه منفوخ بالقات. طلع ايش يعني الخوارج؟ الخوارج لما خرجوا على عثمان وعلى علي يا اخوانا كانوا يحسنون القراءة. ابن عباس لما رآهم رأى عليهم من الصلاة ما ليس على الصحابة كما قال النبي، ورآهم حسنة ثيابهم كل الصورة كما يجب، كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في الساعين إلى ما يسمى دولة الخلافة اللي هم يسموها الساعين، البناطيل الحالقين تعرف كلهم هذولا بدهم النبوة كلها على يعني على التسهيل. هذول عيسى بن مريم عندهم ظني النزول، يمكن ينزل يمكن ما ينزلش على التسهيل. ليش؟ لأنه الأحاديث آحاد، حديث منهاج النبوة آحاد. فروح كلهم إنه هذا الأحاديث آحاد عندكم تعملون به ولا تصدقون به، هيك هم بيقولوا. فليش الآن عاملين هذا تاج دينكم وهو تاج ديننا؟ لأننا تقبلنا الأحاد، أنتم ما تقبلتم، ليش الآن هذا الأحاد صار لكم دين؟ فقال أحدهم اللي هو الجويني، اسمع، قال: معظم الشريعة من الاجتهاد. طبعا والاجتهاد ظن ولا يقين؟ ظن. طيب، فهو بيقول معظم الشريعة من الاجتهاد يعني من الظن. ليه؟ بيقول لأن النصوص يعني القرآن والسنة لا تفي بعشر معشار الشريعة. عشر معشار يعني واحد على مية. هذول علماءكم وهذول كبراءكم، وكبيرنا كبير موسى بن عمران، وكبير عيسى بن مريم، وكبير أبيه إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كبراءنا، ثم من بعده صديق، وصديق فاروق، وشهداء ما بدلوا ملته ولا دينه، نتبعه وتتبعون ونستمسك وتحدثون فنطمع وتحلم. واضح أخوانا؟ فلما أنزل الله قال للنبي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، اللهم رب هذا البيت نسألك بأسمائك الحسنى أن لا عرضت لنا بينة ولا سنة إلا وقد ربطت على قلوبنا أن نعمل بها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا حين تعرض لنا هدية، اللهم إننا جهلة ضعفاء لا نقدر إلا أن تعين، فأوزعنا أن نطيع وأن نعمل صالحا ترضاه.